في أغنية أو اتنين كتبهم كريم العراقي خصيصا لك، ولهما أو للأغنية الأولى قصة تحكى؟ تحديدا هي باب الجار، وهي جاءت بالفعل بعد فترة الغربة والغياب عن بعض. كانت بسبب رسالة أنا أرسلتها إلى بابا وقتها، وبالطبع الرسالة كان فيها إيه؟ وإيه الملابسات؟ كنا بنحضر للسفر، وكان من المطلوب مننا أن أنا وأختي أنه إحنا لا نخبر أحد أنه إحنا مسافرين. أنا أتفهم الظروف في ذلك. نعم. الوقت كانت، نعم، كانت صعبة على أي شخص يريد أن يسافر من العراق. صحيح. فأنا كتبت له رسالة أنه إحنا مسافرين ولا نعلم متى نرجع، وتركتها على مكتبته على أساس أنه لما يرجع من السفر يجدها ويعرف أنه إحنا سافرنا. فبالفعل إحنا سافرنا، وأنا كنت خائفة أنه الرسالة يعني يكشف أمرها طبعا، لأنه أنا كان من المفروض أنه أنا يعني كطفلة أنه أسمع الكلام وأنه ما أخبر أحد أنه إحنا مسافرين. فأنا تركت الرسالة وأنا خائفة، يعني عندي رعب، بس أتمنى أنه يجدها بنفس الوقت. فسافرنا ومرت سنة ولم أعرف طبعا إذا وجد الرسالة ولا لا، طبعا لأنه يعني إحنا بلد في حرب، فيعني وهو سافر الأردن وأماكن ثانية وانقطع الاتصال. انقطع. ففكرت إني أبعث رسالة أخرى بعد سنة، أرسلتها بالسر كمان، وانتظرت ولم يصلني أي رد. كان عندك كم سنة تقريبا يا ضفا؟ يعني أنا كنت في الابتدائية، طفلة صغيرة. بس فكرة الرسالة يعني جتني، أنا كنت أحب يعني القصص والروايات ومتأثرة بأشعاره طبعا وبكتاباته، فمن وحي التأثر بالروايات فكرت أنه أبعث هذه الرسائل لوحدي. يعني لعلها تصل. بالضبط. فأرسلت الرسائل وانتظرت ولم يصلني أي رد. وبعدين مرت 10 سنوات طبعا، لما رجعنا التقينا ببابا مرة ثانية. لحظة واحدة، أتخيل أن هي 10 سنوات من الخزلان، يعني إحساس البنت أن والدها ما بيردش عليها خالص. طبعا كانت سنوات من التعب والغربة والاشتياق أكيد والتشتت. صحيح. فبعد 10 سنوات لما رجعنا التقينا سألته هل وصلتك رسالتي؟ قال ايه وصلت. لا بس قولي ان انت كنت عاتبة. لا ما كنت علانة، لا ابدا. قولي الحقيقة يا ضيفة. لا والله ما كنت علانة ابدا. اوكي. بس سألته هل وصلت رسائلي؟ كان عندي فضول، ما انا ارسل رسائل ولا تصل يعني بالنسبة لي على الاقل. يعني فاتضح انه لا، وصلت بالفعل الرسالة. هو ورد عن طريق الاغنية طبعا، ما هي تحولت الى اغنية، إلى قصيدة. والمفارقة اللي ضحكنا بوقتها عنها أنه حكيت له أنا كنت خايفة أنه يعني حد يعرف عن الرسالة وأنا أعاقب لأني أفشيت السر، لأنه حكيت أنه إحنا سافرنا، وأنا كنت خايفة أنه أفضح في البيت بهذا الموضوع، وإذ أرجع وأجد أنه الأغنية معروفة في كل الوطن العربي والكل يعرف بس عنها. أنت ما كنتيش عارفة أنه الأغنية دي هو كتبها لك؟ لا هو لما التقينا بعد 10 سنوات عرفت انه رسالتي كانت هي سبب. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لانه هو طبعا لما استلم الرساله كان راجع الى البيت، وكان ماسك الرساله في ايده، ولم يركز يعني على وين رايح. فبالغلط دق باب الجار، والجار رد عليه إلا أستاذ كريم أنت أخطأت في الباب، لا مش بيتك. فكلمات الأغنية كانت دقيت باب الجار كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي، يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، تركوني وحدي ومشوا ما حاسب حسابي، الليل ما ينتهي والآه مسموعة، الناس عني التهوا كل من بموضوعة، أهلي علي أبعاد ساعدني يا جاري، حزني يبكي بلاد خفف علي ناري،
يحرم علي شوفتك ويحرم علي بابك. أهلي علي أبعاد، ساعدني يا جاري. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، تركوني وحدي ومشوا ما حاسب حسابي. يعني الأغنية دي ليكي أنتي يا ضفاف. في أغنية تانية يعني لها علاقة بيكي من الأغاني المشهورة اللي احنا نعرفها ونحفظها لكريم العراقي؟ في أغنيتها حبيبي. بصي دي من كلاسيكيات كريم العراقي وكاظم الساهر، فما تقوليش إنها بتاعتك. لا، هي في الأصل بتاعتي. والدك قال لك إيه؟ هي لا يعني هي انا طبعا بقى مزحها، بس حكاها لك ازاي دي؟ انا ما كنت اعرف ايضا مثل اغنيه باب الجار، عرفت لاحقا. طبعا هي الاغنيه كتبت لما انا كنت نفس الفتره، يعني في الابتدائيه تقريبا 91 او 92 يعني. فكنا مسافرين اصلا، ولهذا لم اعرف الا لاحقا يعني. فهو اللي حكى لي انه هاي كتبها عني. وبالفعل لما شفت اغنيه قصه الفيديو كليب تظهر قصه بنت مع ابوها، وهو اللي كتب سيناريو الفيديو كليب اصلا. فيعني هو الهمته يعني علاقتنا انا وهو، انه في بنت زعلت لانه والدها يمكن تعرف على انسانه اخرى، ليست يعني بعد انفصال الأهل تعرف على إنسان أخرى، فيمكن هي البنت زعلت أو كذا. فكانت هي هاي الفكرة لا بالأصل. لا 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 معلش، يعني هو لما شال كبير كريم العراقي تزوج بسيدة أخرى بعد انفصال عن والدتك، تخيل بالتأكيد أنك زعلانة منه. فوكأنه بيصالحك. صحيح، على البعد. صحيح. ورغم انه الاغنيه يعني يمكن تفهم على انها اغنيه عاطفيه، يعني اغنيه بين حبيبه وحبيبته يعني، بس بالاصل هي كانت فعلا اغنيه مصالحه الى حد ما. وفعلا قصه الفيديو كليب هي البنت وابوها. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.